مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. فيلم المئة عام، الفيلم الذي لن تشاهده، وهو فيلم مرتقب من كتابة وبطولة جون مالكوفيتش وإخراج روبرت رودريغوز، وتمت تسمية الفيلم بمائة عام لأنه سيتم عرضه بعد مائة عام من إنتاجه، أي سيعرض في 18 من نوفمبر 2115. ويقول مالكوفيتش: قد يتحدث الفيلم عن مستقبل بتكنولوجيا عالية أو كمبيوترات أو عن عودة إلى الطبيعة. سيتم الاحتفاظ بالفيلم في تكنولوجيا فائقة الأمام في زجاج مضاد للرصاص، وسيفتح تلقائيا في 18 من نوفمبر عام 2115. وقد صدرت دعوات للفيلم لحوالي 1000 شخص، من بينهم أحفاد مالكوفيتش ورودريغوز، لحضور العرض الأول للفيلم. أما قصة الفيلم فستبقى سرية بشكل كامل لحين موعد عرضه.